التغيير اللي هتشوفوه دلوقتي، اطفال بيقتلوا الاطفال، هتلاحظوا فيه الاطفال بيشتغلوا سواقين توك توك، طبعا تحت ضغط الحاجه المعيشيه لبعض العائلات فبيشغلوا الاطفال. عماله الاطفال مصيبه، يعني في التصنيفات الاجتماعيه والحقوقيه عماله الاطفال بتنشئ جيلا واجيالا عنيفة يعني. لكن كمان شوف لما تكون عمالة الأطفال مصحوبة بمهن من هذا النوع، الأطفال بتعيش كهولتها مبكرا، ما بتعيش سنها، والنتائج الوخيمة المترتبة على ذلك نتائج سيئة جدا يعني على المدى الطويل. لكن كمان هتشوفوا انه بيشتغلوا في مهن بهذا الشكل ويتم قتلهم، واللي بيقتلهم تحت سن 21 سنة، يعني شباب لسه بعضهم حتى تحت سن 18، اللي هي العصابة اللي تم الكشف عن إنها اللي قتلت بعض الصبية من سائقي التوك توك. ابص في الزراعه اقول يمكن حد خد مني التوك توك وكتفه ورماه هنا، ما لقيتوش. قعدت بقى الف عليه اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، قلت راح اعمل محضر اقول لهم يمكن الحكومه تتصرف. عايزه اوصف لك حاله الجثه، لما اللي موتوه يتشنقوا كده ويترموا في الترعه وتقعدوهم 60 يوم وتطلعوهم هتعرفوا حاله الجثه. والله محمود في اليوم ده طلع بالتوك توك يجيب ايجار زيت وبتاع، فخرج ما رجعش. قعدنا 60 يوم ندور عليه، والمباحث مشكورا كانت بتدور معانا، رئيس المباحث رامي بيه ورئيس المباحث رجب غراب ما سابوناش بره صراحه دوروا عليه، لحد ما في يوم جالي واحد بتوك توك انا وعمه، قال في غريق نهايه السكه الحمراء تعب النمرس. رحنا انا وعمه بزعت من البشاعه بتاع المنظر، ما تعرفناش عليه من بشاعه المنظر، وعارف مرمي في طينه وميه بقاله 60 يوم، فما عرفناش. قلنا مش ابني، لان كان امله في ربنا ان الاقي ابني عايش مش بالمنظر ده، الخنق والحجاره والمنظر البشع ده. فجت والدته يوم الجمعه راحت تستفسر من رامي رئيس المباحث مشكورا، يعني تقول له ايه الاخبار ايه الجديد. فطبعا قال لها معاكي صوره، دخلت قالت له اه تتعرف عليه، قالت له اتعرف عليه. شافت الصوره وشافت المنظر قالت هو، ووالدته راحت متعرفه عليه بالهدوم. رحنا مشرحة زينهم شفنا الهدوم بتاعته وعرفنا ان هو الله يرحمه محمود. يعني العين دي زي حاجة بيضة كده كبيرة برا، مفيش بق مفيش مناخير، الفروة دي لحد هنا مفيش الا حبة شعر بس كده ورا الودن، ومفيش ودن. انا عرفته من حبة الشعر دول، ودول قتلين قتل عمد وتشنيع في الجثة وخنق، وعارفين نفسهم هم بيعملوا ايه، وفيهم ناس اكتر من 20 سنه ماتت. انا ابني عايش، انا عارفه ان ابني عايش. قال لي طب انت مش هتفسري حاجه؟ بص، قلت له لا والله ما هبص، انا مش هبص في الصور دي، انا ابني عايش، انا متاكده ان ابني عايش. تاني اختي معايا، قال لها طب انت خالته؟ قالت له ايوه انا خالته. قال لها طبعا انت عارفه محمود؟ قالت له ده ابني، مش عارف ابني. قال لها طب تعالي انت بصي في الصور. بصت في اول صوره قالت له لا، تاني صورة قالت له أيوة هو ده محمود. فخبى وشه على التليفون، خبى رقبته اللي كانوا شانقينه بيها، وراني البروفل. أول ما شفت البروفل عرفت